السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع على القناة في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون تكملة الفيديو السابق كنا تكلمنا عليه على تطبيق اسمه MOTN ستور. هذا التطبيق اللي يسمح لك باش تنصب تطبيقات من غير تطبيقات تكون موجودة على بلاي ستور. كاين تطبيقات كثيرة من بينها تطبيقات التواصل الاجتماعي. خلي لكم رابط تاع هذا الشرح ولا هذا الفيديو في الوصف وفي اول تعليق. شوفوا كمية التطبيقات تاع تيوبي، هذا التطبيقات اللي تمشي في الولايات المتحدة الامريكية، تيوبي بليتو ايضا تقدروا تلقاوها هنايا في المتجر تاع MOTN ستور. كاين الانستغرام. المهم حبينا نشوفوا واحد الخاصية موجودة في هذا التطبيق. هذه الخاصية تسمح لنا باش نبعثوا الملفات مهما كان نوعها، تكون صور ولا فيديوهات ولا تطبيقات بصيغة ابيكا من البوكس سي في ولا من الهاتف تاعنا للبوكس سي في ولا من الكمبيوتر للبوكس سي في بطريقه سهله جدا. المهم انه يكون البوكس تاعنا ولا الاندرويد تي في تاعنا بصفه عامه والهاتف ولا الكمبيوتر اللي حابين نبعثوا منه ملفات مرتبطين بنفس المودام ولا بنفس الواي فاي. هذه الخاصيه اللي راح نتكلموا عليها اللي هي ريموت باتش. راح تجو هنايا بطريقه سهله، تضغطوا اوكي راح تظهر لكم هاد الصورة. كيما هنا راني بعثت هاد الصورة من الهاتف، درت التجربة بعثت صورة من الهاتف وصلتها للبوكس تي في، راح نحذفوها تظهرنا هاد الصورة كيما راكم تشوفوا. هادي هي الادريس ولا الرابط اللي راح ندخلوه في الهاتف تاعنا باش نبعثوا اي ملف. 192.168.1.41.5600. نجو هنا بعد ما تظهر هذه الواجهة عندكم خيارين. إذا كنتوا بالهاتف تقدروا تسكانوا هذا الباركود يديكم مباشرة الرابط ولا الواجهة اللي من خلالها راح تبعتوا الملفات. الخيار الثاني اللي راح نختاره أنا من خلال الكمبيوتر أني نكتب هذا الرابط بشكل يدوي 192.168.42.5600. ننتقل هنا للكمبيوتر نكتب الرابط، تظهر معنا هذه الواجهة. نروح للاسفل نضغط وين كاين ابلود فايل. راح نجرب اني نبعث صوره ونبعث تطبيق بصيغه ابيكا باش نشوف اذا العمليه تصلح. نجي هنايا داونلود، نختار اي صوره، مثلا هذه الصوره تاع الكان 24. هنا راكم تشوفوا بلي عمليه الارسال راهي جاريه. هنا على حسب سرعه البوكس تي في، سرعه الانترنت، سرعه الاتصال. نزيد ايضا نختار ملف اخر، نجي لابيكا نختار ملف يكون حجم تاعو صغير باش العمليه ما تديش وقت. هذه هي بعثنا ملف عباره عن صوره وايضا ملف ثاني ولا تطبيق بصيغه ابيكا. نروحو نرجعو للبوكس تي في وشوفوا ان الملف الاول وصل، ها هنا الصوره، وايضا ملف ثاني وصل عبارة عن تطبيق ليقلب الصور بصيغة ابيكا. نجربو ان نفتح الصورة، نديرو اوبن، خلو يفتح لنا الصورة، نختارو جاليري. هذه هي الصورة، شوفوا بلي ترسلت بطريقة سهلة. وايضا بالنسبة للتطبيق بصيغة ابيكا نديرو لها اوبن، نديرو لها انستال، وبالتالي تحصلوا على الملفات اللي بعتهم بشكل سهل. ما تنساوش انكم تعاودوا ترجعوا للمتجر هذا اللي كنا تكلمنا عليه وتشوفوا التطبيقات، ممكن تلقاو تطبيقات اللي تساعدكم كيما هذا التطبيق تاع سمارت تيوب تي في. هذا تطبيق مثل تطبيق اليوتيوب بدون اعلانات، يساعدكم في اجهزه البوكس تي في. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون فاتكم. اللي يحتاج اي شيء خلي كومنتار نحاولوا نساعدوه بحول الله. نتلاقاو في فيديوهات اخرى والسلام عليكم. نعلمكم بلي كل هاد التطبيقات اللي راكم تشوفوا فيها منصبة عندي في الجهاز، مثل او اس برو، كاين فاميلي، هذه بعضها فقط، ايرون برو، هاهوينا لينكس، وغيرها من التطبيقات المدفوعة. متواجد عندنا، متوفر عندنا اشتراكات، هذه تكون مدفوعة. اللي يحب يشترك مرحبا به، نعطوه تجريب 24 ساعة ولا 48 ساعة يجرب التطبيق، إذا عجبه يقدر يشترك. الدفع متوفر داخل الجزائر وخارج الجزائر. خليكم ان شاء الله رقم تاع واتساب والانستغرام في وصف الفيديو. اللي حاب يشترك وحاب يستفيد مرحبا به، ان شاء الله نتلاقى في